يشرفني اليوم نقدم لكم هذا الحاسوب العملاق الذي اقتنته المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار تحديث المنظومة المعلوماتية للمديرية. هذا الحاسوب أطلقت عليه وزارة التجهيز والنقل والماء واللوجيستيك اسم أمطار، تتوفر على قدرة حسابية جد عالية وهائلة بالنسبة للمديريات للأرصاد الجوية خصوصا على الصعيد الإفريقي أو حتى العربي. القدرة الحسابية هي حوالي تقريبا 1 بيتا فلوبس، أي ما يعادل 1 مليون مليار عملية حسابية في الثانية. كاين عندنا جوج الفوائد مباشرة. الفائدة الأولى هي كما قلنا تقليص الدقة المجالية، وهذا التقليص من الدقة المجالية يمكننا من تتبع بعض الظواهر الطبيعية كالسحب الركامية التي لديها حيز مجالي جد دقيق لا يتعدى بضع كيلومترات. كلما كانت الدقة المجالية جد عالية سيتم التمكن من رصد هذه الظواهر بطريقة عددية داخل النماذج العددية التي تتوفر عليها المديريات الأرصاد الجوية. ثانيا هو تقليص وبالشكل ملحوظ الوقت اللازم لتشغيل هذه النماذج. كمثال بأن الموديل النموذج العددي العالي الدقة 2.5 كيلومتر مدة التشغيل ديالو كانت 6 ساعات بالحاسوب الحالي، في حين بأن الحاسوب الجديد يتم تشغيل نفس النموذج بدقة ديال 1.3 كيلومتر خلال ساعة ونصف. وهذا بالنسبة لنا تحدي تم رفعه، لأنه جميع المتنبئين سيتوفرون على النتائج العددية للنماذج العددية المتوفرة بالمديرية خلال ظرف زمني جد وجيز. ثالثا أن هذا الحاسوب أصلا هو ركيزة أساسية في منظومة الإنذار المبكر للمديرية العامة للأرصاد الجوية، وهي التي تعتبر أيضا لبنة من لبنات المنظومة الوطنية لمحاربة وللحد من آثار كوارث طبيعية. إضافة للأهداف السالفة الذكر، سيمكن هذا الحاسوب العملاق من تشغيل نماذج عددية جديدة كنماذج أو نماذج تنبؤات المجموعاتية أو الاحتمالية. هذا النوع من النماذج الاحتمالية سيساهم بشكل كبير في تحسين التنبؤات على مدى المتوسط، يعني 7 أيام فما فوق. وكذلك سيتم تشغيل نماذج مناخية عالية الدقة، مما سيساهم في تحيين وتحسين الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية على مستوى المملكة المغربية وخصوصا آثارها على القطاعات والمجالات السوسيو-اقتصادية. وحاليا الحاسوب العملاق الجديد يشتغل بكامل قدرته وتتم تشغيل جميع النماذج العددية بشكل عادي وبسرور عادية انطلاقا من هذه تقريبا حوالي شهر وبشكل مستدام.